طيب، بالعودة إليك أستاذ دكتور سمير، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قال أو دعا روسيا بأن لا يتم استغلال هذه الحادثة من أجل محاولة الرد في أوكرانيا أو الرد في أوروبا. هل بدأت أوروبا الآن تتموضع بشكل كبير في حالة من العداء المستميت مع روسيا؟ يعني المسألة هنا ليست حالة عداء مستميت مع روسيا، وإنما سياسة الدول الأوروبية تجاه روسيا، وهي يعني تمدد حلف الناتو وتهديد الأمن القومي الروسي ودعم أوكرانيا. لكن روسيا، يعني لماذا التخوف من روسيا؟ إذا لم يكن لأوكرانيا أي علاقة بهذه العملية، لا أعتقد أن روسيا يمكن أن توجه لها اتهامات، هذا يبقى عندما ينتهي التحقيق. لكن عمليا اليوم هناك أيضا أماكن أخرى ومدن أخرى تتعرض للقصف الأوكراني وبأسلحة غربية، ويسقط مواطنين روس. يعني هل إذا سقط مواطنون روس في بيلغراد أو في كورسك يكون غير المواطنين الروس الذين يسقطون في قلب موسكو؟ هذا بتقديري، يعني هذه ازدواجية المعايير. الغرب يتخوف الآن، نعم، من ردة فعل روسية، لأنه في حال ثبت تورط أوكرانيا سوف يكون الرد غير متوقع. يعني الرئيس بوتين قال أن من حرض ومن قام بهذا العمل ودفع إليه سوف يعاقب. يعني نحن رأينا كيف أن كل قادة المجموعات الإرهابية في العام 2002 كيف تمت معاقبتهم داخل روسيا وملاحقتهم خارج الأراضي الروسية. لذلك يعني هنا لا أرى أي إفادة لروسيا من وجود داعش، يعني كما تفضل الضيف على أن روسيا استفادت من داعش أو إيران استفادت من داعش. داعش معظم العمليات التي قامت بها ولم ضد يقل أنها المصالح، استفادت من داعش، هو يقول أن داعش مخترقة من الجميع، فالجميع لديه يستطيع التثبت والتعامل ويستطيع التحكم في جزء من أجزاء داعش. صحيح، لكن عمليا يعني داعش عندما نشأت لضرب المصالح معظم الدول يعني المعارضة للولايات المتحدة الأمريكية. هل داعش قامت بعملية واحدة ضد المصالح الأمريكية؟ هل داعش اليوم التي نتحدث عنها وداعش الإسلامية وداعش المتطرفة إسلاميا، هل أطلقت رصاصة واحدة ضد أي دولة تدعم الكيان الصهيوني اليوم في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني؟ هل قامت بعملية واحدة ضد هذا الكيان؟ هذا يؤكد أن يعني هذه المنظمة أسستها أجهزة مخابرات غربية، كما كان سابقا الاتحاد السوفيتي أسس يعني منظمة بايدر ماين هوف في طيب، أنا في أريد أن أوروبا أختم معك ومنظمة بهذا السؤال. هل العلاقة ما بين أوروبا وأمريكا وروسيا الآن تتحكم فيها، أو هذا المشهد الذي وجدناه بالأمس، الطائرات أو قذائف القنابل بي 1 بي الأمريكية، اثنين منهم تحرشت بالحدود الروسية وخرجت الطائرة ميج 31 لملاحقتهم، هل هذا تابع للمشهد الغربي الأوروبي المعادي لروسيا، أم أن هذا مشهد مستقل؟ يعني لا أرى هناك علاقة بين هذه العملية وهذا الحادث، لأن هناك حوادث عديدة تحصل فوق في منطقة القطب الشمالي، في منطقة بحر البلطيق، في منطقة البحر الأسود. يعني هذه أماكن معرضة لهذه يعني لهذا الصراع بين الطرفين أو الاحتكاك في الطائرات أو في أي شيء آخر. حتى في البحر حصل احتكاك. لكن الآن يبدو أن الغرب بعد أن فشل وعول أولا على فشل الانتخابات الروسية، عول على الهجوم الأوكراني الضغط على روسيا، عول على فرض عقوبات اقتصادية عديدة على روسيا، في كل هذه المحاولات لم ينجح. الآن يبدو أنه يريد التعويل على ضربات إرهابية تزعزع ثقة المواطن الروسي بقيادته، وتجعله أيضا يعيش حالة من حالة رعب أو حالة حرب، لأنهم يعتبرون أن الحرب في أوكرانيا أو إذا امتدت إلى أوروبا يجب أيضا أن تمتد إلى روسيا. لكن أنا أذكر، يعني أنا أتحدث عن واقع على الأرض. يعني هناك قادة أوكرانيين، قائد المخابرات الأوكرانية في يعني العام في نهاية العام السابق قال ورحب بقتل كل المواطنين الروس أينما وجدوا، ليس فقط داخل روسيا وإنما خارج روسيا، وكانت تصريحات مماثلة أيضا لمسؤولين أوكرانيين. لم نرى أي إدانة من الدول الغربية لهكذا تصريحات، لم نرى كبح لهذا التطرف الأوكراني ضد روسيا. لذلك يعني هذا إن دل على شيء، إذا لم يكن الغرب مشاركا بهذه العمليات الإرهابية فهو راض عنها،
وإلا ضغط أيضا على أوكرانيا، يعني يستطيع أشكرك الضغط على أوكرانيا ومنعها من القيام بهكذا عمليات. إذا أشكرك الغرب يريد استخدام العمليات الإرهابية والمنظمات المتطرفة اليوم ضد روسيا لاعتقاده بأنه يمكن أن يضغط عليها. وهذا أيضا وصلت يمكن النقطة. في إطار يعني الصراع مع روسيا على الساحة الأوكرانية من أجل إضعاف الدور الروسي تمهيدا لمفاوضات قادمة، لأنهم أصبحوا مقتنعين بأن هزيمة روسيا عسكريا غير من المستحيل تنفيذها، لذلك هم يريدون التفاوض. التفاوض ليس من موقع ضعيف وإنما من موقع قوي. لديهم كل الآن شكر هذه لك. المنظمات الإرهابية ويحاولون استثمارها واستغلالها في هذا المجال. أشكرك دكتور سمير أيوب، محلل سياسي مختص بالشأن الروسي، كل الشكر لك على تجميع في هذه الحلقة وكل هذه الإفادات. أستاذ سعد الخطيب، أختم معك. عام 2024 ظن الجميع بأنه سيكون عام الحلول السياسية لكل المشاكل في العالم بعد هذه الحوادث التي نجدها هنا وهناك، هل عام 2024 سيكون عام انتهاء المعارك، الحلول السياسية، المفاوضات، أم سيستمر كعام صراع آخر؟ أعتقد بداية مرحلة جديدة من الصراع، وبدايته كانت دموية. ما زالت الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة هي العنوان الأبرز لعام 24، وما زالت مستمرة إلى الآن منذ أكثر من 170 يوم. طبعا ستتغير الخريطة السياسية والصراعات الدولية ويبنى عليها لما بعدها من أعوام. أستاذ سعد الخطيب، الكاتب المحلل السياسي، أشكرك بشدة على التجميع في هذه الحلقة خاملة وكل هذه الإفادات. شكرا لك سيدي. عفوا لك. شكرا الكرام، الشكر موصول إليكم في حلقة جديدة من المنتصف. أنا عمرو ملكي، يحييكم، دمتم في أمان الله.